حدث من هذا الحجم توازيه تغطية إعلامية نوعية، كبريات القنوات الدولية ومنابر إعلامية مكتوبة لها صيتها العالمي بعثت أكثر من 400 مندوب صحفي لتغطية الحدث، فمراكش ستغدو مركزا للخبر الاقتصادي العالمي. روبرتاج خالد نجدي بعثة قناة الثانية إلى مراكش. ليست مجرد قمة بل هي حدث عالمي متميز، هكذا وصفت القمة العالمية الخامسة لريادة الأعمال من قبل ممثل وسائل إعلام دولية توافدوا على مراكش من أجل تغطية أنشطة قمة تحتفي برواد الأعمال حول العالم. من البديهي اهتمامنا بمثل هذه القمة التي تهم القارة الإفريقية، فقناة إفريقيا 24 حريصة على أن تكون حاضرة من أجل تغطية هذا الحدث. ما يهمنا هو ما يمكن للمغرب القيام به في مجال ريادة الأعمال والتجارب التي يمكن استخلاصها ويمكن أن يستفيد منها الاقتصاد العالمي، ولا سيما دعم وتيرة النمو بالأسواق الصاعدة. وسائل إعلام وطنية حاضرة بقوة بمراكش من أجل تسليط الضوء على القمة الخامسة لريادة الأعمال، والتي تنعقد للمرة الأولى ببلد إفريقي يشكل نموذجا استثنائيا في المنطقة. هذا حدث كبير بالنسبة للمغرب وبالنسبة لإفريقيا ككل، وحنا كصحفيين بطبيعة الحال ما غادي ندخلوا حتى شي جهد باش أننا ننقلوا هذا الحدث هذا للمشاهدين ديالنا، حنا جينا من مدينة طنجة باش نواكبوا الحدث وباش نديروا تغطية شاملة. القمة العالمية الخامسة لريادة الأعمال حظيت أيضا باهتمام مواقع إلكترونية واجتماعية عكفت منذ أيام على التعريف بأنشطتها وأهدافها. منذ شهر نتطرق إلى القمة وبرنامجها وضيوف جلساتها الحوارية، وذلك بهدف إثارة الانتباه إليها، وبفضل هذا العمل تمكنا من الوصول إلى 5 ملايين مستعمل إنترنت عبر العالم. القمة تحظى بتغطية واسعة من قبل 380 صحفيا سيحرصون خلال الأيام الثلاثة المقبلة على نقل فعاليات تتوزع ما بين الجلسات الحوارية وورشات تستعرض تجارب وقصص نجاح وتقدم حلولا لحامل المشاريع والمبادرات.